ده قال أبونا الشيخ ربنا أداه كن فيكون على لسان. المذيع جاب هجي وداك صوفي. المذيع لقي إنه الصوفي ده جابه كبيرة طبعا في قناة النيل الأزرق والتلفزيون. قام قال لا لا طبعا يا شيخ أنت بتقصد إنه هو بيسأل الله والله في يده كن فيكون، مش الشيخ عنده كن فيكون. لا قال له أبونا الشيخ هو اللي في يده كن فيكون. طلع بليد والحمد لله واستغلينا الكلام. فقام قال له طيب في دليل؟ قال ايوه، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ما يشاءون عند ربهم الاولياء، وهذه الايه في سوره الزمر. قال له يا سلام عليك، استدلال عجيب بليد. لهم ما يشاءون عند ربهم، العلماء قالوا في الجنه. ده كلام ابن جرير الطبري والقرطبي وابن كثير. مش المقصود بها انه لهم ما يشاءون عند ربهم الشيخ ينزل لك مطره. والله مشينا قبل فتره هنا جهه خليك من ذي كريسما بيجاي نيل الابيض بيجاي، الجماعه مشوا للشيخ الفكي قال بيجيب المطر. والله ناس بيدفعوا له قروش ياخذها، لو بيجوز لو صحيح بيقدر، ده ما بجوز تمشي له. ليه؟ لانه ده بيع ما لا يملك. انت المطر في جيبك يا شيخ، في واحد اسمه فكير عاد. والله جد ده لا صوفيه، الكون ده وزعه كله، فهمت؟ خليه ينزل فوقي رعد ولا صاقع. انا متمني شيخ يقدر ينزل فوقي حاجه، والله ما يقدر، اقف له في حلقومه لا يقدر، لا انبلع له ولا افوت، فهمت؟ قال مشوا للشيخ، قال له قاموا جمعوا شيرنج. يا اخواننا الشيرنج بتاع المطر الزراعه دي بالطريقه دي بتبوظ السنه دي، فهمت؟ قاموا جمعوا القروش ودوها للشيخ. قال له الشيخ ها 40 يوم المطر ما جت، جروا عكاكيز ومشوا للشيخ. يا الفكي ما قلت داير اديناك حقك مقدم، والله ده فات ناس المويه ذاته. قال له اديناك حقك مقدم، وين المطر بتاعتنا؟ قال له والله في فكي في الحله الثانيه انا داير انزله وهو مانعه، يعني هو ماسك البلف داك ومشوا يتشاكلوا مع ذاك. الناس بيتشاكلوا جوا الجامع، والله يا اخواننا مشوا يتكلموا، الجماعه بيتشاكلوا جوا الجامع. لما اخونا تكلم عن الموضوع ده شيخ الحله قال له جزاك الله خير، حليت لنا مشكله كبيره جدا، والله الذي لا اله غيره. في كتاب اسمه طبقات والضيف الله، ده بقروه في جامعه الخرطوم، وعملوا له في سنار احتفاليه برضه في جامعة الخرطوم، وتبنته جامعة الخرطوم، اسمه كتاب طبقات والضيف الله بخصوص الأولياء والشعراء والعلماء في السودان. قال من الأولياء ولي قال عنده حوار اسمه مطر، وشيء قاعد في التقابة ودار نادي الحوار بتاعه. قال لما جاء مارك كده قال له يا مطر، قال المطر نزلت. قال لا ما قصدي، قصد الحوار ده في كتاب اسمه طبقات والضيف الله، والله الذي لا غيره. وانت ما بتصدق، والله يا اخواننا ما بتصدق، اديك كرامه ثانيه ما بتصدقها برضه. شيخ اسمه ذاك اسمه مين؟ الدنقلاوي ده قال خليل الرومي، ده كتاب طبقات والضيف الله. هم برام قالوا كده عمل لهم شنو؟ لانه قال لك اولياء سودانيين. قال اصله دنقلاوي جابري، تعبد في الصعيد وسكن سركم، سركم دي انا ما بعرفها، المهم جبت لك الشغلانيه بضبانتها، لانه دي لازم نجيبها لك. قال ومن كراماته انه جاءوا واحد قال لي الشيخ شردت لي خادم، دي كمان اصعب من الاولى دي. قال لي وهذا شنو؟ قال لي اسال الله ان يردها لي. هنا دي ما فيها شيء، تقول لي زول مش شيوعي ولا كوز ولا كذا، كوز دعوته ما مستجابه، لانه بكون اكل غنم يداك وقروش الاتحاد وكذا، ده ما تمشي له. ولا لي واحد حزب امه ولا بعثي ولا كذا، ديل ما تمشي لهم. امشي لاي زول مسلم، وما شرط يكون ما عنده معصية، قد يكون عنده معصية، صاحبك في الداخلية زول بيصلي وعقيدته كويسة، وقد يكون عنده معصية، بس قول لها صلي يلا، ما في حاجة، لأنه ما من شرط الولي يكون معصوم، لأنه لو قلت من شرطه يكون معصوم معناه بقيته نبي. المهم قال له اسأل لي يلا. قال له كويس، لكن عندي شرط. الشرط شنو؟ قال له تجيب قال له تجيب ديكا خصيا وبصلة وبرمة مريسة. قال فذهب فجاب اثنين برمة مريسة وبصلتين وديكين خصيين. المريسة ممكن يجيبها، لو ما قدر بيعمل تجربة بتاعت إيثانول، فهمت؟ ما البصلتين قعدات كتار، لكن دي خصي ده وين؟ دي مش أصعب من بتاعة المطرة يا ناس، في خروف وفي بني آدم وفي بتاع، لكن دي خصي كيف؟ فهمت؟ لكن أنت كصوفي بتأمن إنه في دي خصي وفار عاق والدين وفي قعونجة طرشة فهمت وسحلية عزبة، ده كله بتؤمن به وما صوفي، فهمت؟ يقول لك لا تقول ابدا لما لا تعترض فتنطرد، دي القاعدة الصوفية. بقيت كده
ده كده انت احسن زول. عشان كده والله انا اقول لك بصراحه جدا ها تبقى بتاع بنجو في الجماعه اللي بيقول لك انا شايفك وين ديل، تبقى زي ده، وان كان ده حرام وما بيجوز وكبيره من الكبائر، وده عليه وعيد انه تنزل فيك ايات الخمر من ان من شرب الخمر شرب يوم القيامه من طينه الخبال وغيره من الوعيد. لكن ده بكون اقل سوءا من الفكده، الفكيل قاعد وجاري سبحه ويرقد لك الخيره وغيره من المسائل المحرمه والشركيه التي تمارس في هذا البلد الذي يسمى في السودان. وانا لو دار اجيب لك كلام زي ده، كلام كثير جدا، كتاب طبقات والضيف الله قال درجات الاولياء على ثلاثه، الاولياء ثلاثه، ونحن عارفين انه الاولياء كتار لا يحصي درجاتهم الا الله. قال صغرى ووسطى وكبرى، قال فالصغرى ان يطيروا في الهواء وان يمشوا على ظهر الماء. ده اصغر، ده صوفي برلوم، الولي البرلوم عند الصوفيه، هذا يطير في الهواء ويمشي على ظهر الماء. قال والوسطى ان ينطقوا بالمغيبات، يعني يقول لك الغيب، يقول لك غنمايتك هاي، لا لا هي قاعده هناك فور الشجر ده، كمشي جيبها انت الحرامي ولا شنو يا شيخ، عرفتها كيف؟ فهمت؟ قال والدرجه الكبرى وهي درجه القضبانيه، بحيث يقول للشيء كن فيكون، وهذه درجه ولد ضفع الله، دي درجه ولده كمان، انا ما اعرف درجته شنو، قال لك ولدي بيقول للشيء كن فيكون، ده في كتاب طبقات والضيف الله، وكلام كثير جدا انا لو دار احكي لك المنبر ما بيتسع لنا يا اخوان، لكن تعلم ان الصوفيه هي أسوأ من دين المشركين. ابو جهل وابو لهب في الشدائد بينادوا الله، في الرخاء بينادوا غير الله، ربنا قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما يركبوا البحر والسفينه دارت تغرق والموج دار يشيلهم بينادوا الله، ربنا قال ثم فاذا نجاهم الى البر اذا هم يشركون، لما يمرقوا برا البحر بيقول لك يا اللات ويا العزة ويا غير، لكن هنا في السودان صعب، برنامج صعب في الرخاء وفي الشدة ينادون غير الله. ها البايرة تقول لك يا بشرة إن شاء الله راجل مرة تموت مشركة وبايرة، فهمت؟ ذاك يقول لك يا ترعفينا، ذاك يقول يا وتحسونا من المدفونة، فهمت؟ يا ود عويس القلب الغنماية تيس زي ذاك الجبل، فهمت؟ ولعب بالإسلام ويقول لك المكاشف الشهير من التاخير، دي كمان وهمه جديده ناس اليوتون الباصات السياحيه اكتبها لك قدام، يقول لك المكاشف الشهير من التاخير، يعني لو ركبت في الباص ده تصل سريع يا زول، المكاشف سايقه سايق اليوتون ده تبليد في مخك، لعب لعب وشرك بالله سبحانه وتعالى، وينادي يقول لك الكباشي لو داير جنه واللي زي رقاب لو داير ولد، وده كله يا اخواننا شرك بالله، الامور دي كلها عند الله سبحانه وتعالى. ابليس عليه لعنة الله لما ربنا سبحانه وتعالى طرد من رحمته سأل الله، قال يا ربنا انظرني الى يوم يبعثون. ها هاي هذه لا قاعده هنا ممكن الناس تشوفها كويس. ابليس سأل الله يديه طول العمر، في كتاب ازاهير الرياض احمد الطيب البشير قالوا من كراماته انه عنده حوار، الحوار ده عنده ولد دار يموت، قال فجاءت ملائكة القبض، ملائكة القبض ملائكة الموت تقبضه، فجاء أحمد الطيب وقال لهم للملائكة أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ قال فرجع عند ذلك الملائكة، ملائكة طوالي رجعوا وخلوا إنه يقبض الروح، ربنا سبحانه وتعالى قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دي عقائد الصوفية، والكلام ده قد يجيك واحد جبهجي متفلسف يقول لك لا ديل ناس جهال، لا ديل ما جهال، دي الكتب دي حق الشيوخ الطرق الطواغيت الكبار برعي وعبد المحمود نور الدايم، اما ناس سخنا خناس جيبوا الفته، ديل مساكين ساي ما بلفوا حاجه، ديل بس يقول لك الفته متوم حمتني النوم تلقاه يكورك بس، لكن ما عنده حاجه، اما الطواغيت الكبار اللي بيجيبوهم لك في التلفزيون ويؤصلوا لهذه الكتب ديل هم الحاملين هذا الفكر، وده الفكر الاخر المسلمين. احنا طولنا على الناس وممكن نفتح اخر فرصه للاسئله او المداخلات او الحوار والنقاش. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.